اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ تموت. تموت. تتكر. خلص. ما تموت. ممنوع. تموت. عندها هيك شاب وتخون ممنوع. اقدر ولا ايه؟ تموت. اقتل. طيب اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ هات لله. انا لله وانا اليه لراجعون. الاعمار بيد الله. يا لطيف يا لطيف شوها بالنهايه. الاعمار بيد الله وانا لله وانا اليه لراجعون. وثلاث ايام عزا وكان الله يحب المحسنين. كارثه كارثه. هو الاسئله اللي عم نسالهم هو اسئله حقيقيين من القلب طالعين من جوات من الصمصوم القلب من الشريان اللي فايت لجوا اللي بيعمل بوب 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 طالعين هيك. اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ تخوني عشان اموتها. عم تمزح؟ لا بهزر معك. هي تخونك مشان انت ممنوع. طب طلقها حرام اتركها بحرام. لا 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 خلص طلق. تخون شاب زيي؟ لك ايه انت كمان هالقد كمان ما استعملي لهيدا شبت للقمر وفنان فنان صوته حلو كتير بيغني مثل عمرو دياب صوته كتير حلو. ثانك يو حبايبي. اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ لا تخوني. صح شو قلت؟ بتخوني رايح لإلي. اذا خانتك يعني هي ماتت صح؟ صح. هيك يعني؟ طلق حرام تركك. لا لا بتخون احسن. طلق لازم ادفع مصاريف الطلاق. والله ما بتزبط يا خيي. طب ما اذا خانتك شو يعني بتخليها بالبيت عندك؟ بخلص منها. لا بتروح بتفتن بترجع. بتخليها ايه ليه لا؟ متواضع هيدا الزلمه. هاي خلص حياة كيف سلفي يعني عايش حياة مثل بلاد برا كيف بيعيشوا كل واحد لحاله. بس ما برا بتقتلك المرة برا. خيانة بخون وهي بتخون. متفقين مع بعضهم خلص. ثانك يو لك. ثانك يو. إذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ لا أكيد تموت. يا لطيف موت هي وأمها وبيا والعيلة كلها. يا خيي بس سؤال حرام مشان ما نظلم العيلة. بس خليني بس أحكي المنطق مشان ما نظلم العائلة. يمكن الشيطان لعب لها بعقلتها وزوز لها بعقلتها خرب لها عقلتها. حرام. شو بدنا بأهلها؟ بنرجع بنقلها الله يهديكي يا بنتي تمشي على طريق الصح وما بقى تعملي هالعمل. لا الله يخلصني منها. بس انا ما في احكي شيء. تنقول لك اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ بموت. بموت. حرام سامحها خلص الا روحي عند اهلك وانتهيت. سامحتها. سامحتك عشان خاطرك انت بس. سامحتك سامحتك. سامحتك كتير. ترارارار. اهضم شعب المصري بالعالم. شعب المصري كله بلبنان. والله انت اللي نحن بننصح كل العالم تعالوا بلدنا. بلدنا كتير حلو وهيدا بيتكم مش بيتنا نحن. كده كده تنقول احنا بنيجي على طول حبيبي. ثانك يو سو اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ لا موت. مو تمام. خليها سؤال اصعب يعني. ليش هذا السؤال كثير صعب؟ يعني مثلا مرتك تخونك ولا 100 مليون دولار مثلا؟ لا 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 لا. في رجل بالعالم في رجل بالعالم بيقبل انه مرته تخونه؟ لا. هلا انا بطلقها حرام ما بقتلها. صح. انا بطلقها. وانا مطلقها. طلقها. خلص يلا. تقول يلا. اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ اكيد تموت. تموت. ما في يعني ما بتقول انه حرام غلطت مثلا؟ لا لا اكيد لا. يعني ما بتقول انه حرام لعب لها الشيطان بعقلتها الله يهديها؟ اكيد لا اكيد. ما في موت خلص. خلص خلص. اذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ لا طبعا تموت. موت خلص نهائي. طب طلقها. لا قلت لي خيارين اما تخوني او تموت. ما قلت لي او تطلقها. تموت. عندك هيك شاب وتخوني؟ والله حرام والله حرام هيك صارت الحياة. إذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ لا تموت عند 60 جنة. إذا خيروك مرتك تخونك ولا تموت؟ هيدا الجواب عند الجمهور. نحن عملنا أول مرة سألنا فيه الصبايا. اليوم عم نسأل اليوم رجال لنشوف ردة فعل الرجال اليوم شو هي. شيطان شيطان يا وي الشيطان بس يوزز بالعقل. كارثه يا عالم.